السلام عليكم أحبتي، أنا رائد الجعفري. درسنا اليوم راح ناخذ عملية جمع، أو راح نسوي مشروع لعملية جمع رقمين من خلال يقوم بإدخالها لليوزر، والبرنامج مالتنا ينطي النتيجة. شنو اللي نحتاجه؟ مثل ما تعودنا عندنا باك دروب مختارينها من هنا، وعندنا السبارت مالتنا والكان، وانا بهذا المشروع اختاريت جيجا. نجي انا اريد اسوي برنامج يجمع رقمين او يطرح رقمين، يعني اجرى عملية حسابية. فهناش احتاج مثل ما شفنا بالدروس السابقة، نحتاج الى متغيرين، لانه اليوزر راح يدخل رقمين، يعني مثلا 5 + 7، والبرنامج مالتي راح يجمعهم وينطي النتيجة مالتهم. فنجي بالبداية، أنا أحتاج من إيفنت، أحتاج حدث، وراح أحتاج راح أستخدم سبيس، وين سبيس بير كيبيرز لعفو، وبعدها أنشئ متغيرين. راح أنشئ متغيرين منها، أنا مسوي إكس وواي، راح أمسحهم حتى تشوفون شلون عملية. فمتغير راح نكتب مثلا مختصر النمبر 1، والشيء الثاني اللي هو نمبر 2، يعني الرقم الأول والرقم الثاني. نعدل هاي على ما تطلع، الرقم الأول والرقم الثاني. أنشأنا المتغيرات. نجي أنا حتى اليوزر يكون هو اللي يختار المتغير او يختار قيمة المتغير، شو احتاج؟ احتاج من سنسنج اسك، تمام. وهنا انا شو نقول له؟ نقول له انتر نمبر 1، ادخل الرقم الاول او الرقم مثلا. هاي المسج اللي تطلع للمستخدم راح ينطيني الرقم ويجي هنا باليوزر. احتاج بعد وحدة ثانية، تمام، وياها انسر. وهنا ايش راح تكون عندي؟ راح تكون نفس المسج، بس راح اقول له انتر نمبر 2. زين، نجي هنا. بما انه انا متغيرات اريد اجمعهم او اطرحهم مثلا، فقلنا هنا ايش نحتاج؟ نحتاج انه اني اسوي set، تمام، set للنم 1 بصفر وللنمبر 2 بصفر. ليش set للصفر؟ حتى بعد التنفيذ اول مرة، من اجي انفذ ثاني مرة، هو يكون المتغير ما بقيمة او قيمته الاولية صفر، حتى القيمة اللي يدخلها اليوزر بالانسر تجي العفو ما تنضاف عليها القيمة مال التنفيذ الأول، وشفناها بالدروس السابقة شلون تأثر. فبعد ما يدخل الرقم الأول، أنا إيش أحتاج؟ أحتاج إلى change my variable وغيره إلى number 1 وأخذ الأنسر. والسؤال الثاني enter number enter number 2، راح أسوي أيضا change بس المن للمتغير الثاني وأخلي الأنسر هنا. اغلب العمليات الحسابيه راح يكون عندنا هذا التسلسل. ليش؟ لان اليوزر هو اللي يقوم بادخال الرقم الاول وادخال الرقم الثاني. نجي الى عمليه الجمع، نروح الاوبريتورز ونختار سم، او نختار ماينس، العفو سبتراكت، انه ننقص، بس احنا راح نخليه جمع وانتم تسوون الناقص. الجمع زين، أنا إيش أحتاج؟ أحتاج أقول له بعد هو ما يدخل الرقمين للبرنامج، البرنامج مالتي يقول له النتيجة ويعرض له حاصل الجمع. فإيش أحتاج؟ أحتاج join. ليش؟ لأن راح أكتب result، راح أكتب result تساوي، يعني النتيجة تساوي، وراح أخلي حاصل الجمع هنا. زين، قبل اخلي حاصل الجمع، انا شنو الاجمع؟ اجمع المتغيرات. زين، ايش احتاج؟ احتاج من variables اجيب
المتغير الأول أخليه هنا والمتغير الثاني أخليه هنا. هاي وحدها هي عملية جمع الرقمين، تمام؟ هاي هي حاصل جمع أو حاصل join result زائد النتيجة اللي دخلها اليوزر. حتى أعرضها على الشاشة أروح أجيب say وكلها أخليها بالsay. فهي هذا البلوك حقيقة هو حاصل جمع ثلاث بلوكات، say على ما تظهر على الشاشة، join حتى تربط له بين جملة ثابتة وبين قيمة المتغيرات والمتغيرين اللي هما بحاصل الجمع. لو جيت ونفذت أضغط على space سألني enter number one، راح أدخل له مثلا 25 نانا، أضغط enter. enter number two راح أدخل له 20، المفروض الناتج أني يعني مبدئيا خلينا نقول هو 45، خلينا نشوف ايش راح يعرض لي result، النتيجة هي 45. هاي عملية الجمع. مطلوب منك انه تشوف الفيديو تطبقها. اذا عندك سؤال ممكن تكتب بالتعليقات، اذا لا شفت الموضوع يعني سهل تقدر اريدك تجرب لعملية الطرح. زين، نقطة ثانية ممكن تكون بغير طريقة مو نفس هاي الطريقة، ممكن تستخدم سبرت ثاني، ممكن تستخدم غير هاي البداية، انت حر. لكن هناك دائما مثل ما اقول دائما هناك مجموعة حلول، لكن دائما يوجد حل امثل بالبرمجة. لهنا انتهي درسنا، مع السلامة.